هلا والله. اليوم خدمة جديدة IDrive، عبارة عن تطبيق يمكنك انك تاخذ اي سيارة وتستخدمها وتخلص مشوارك وتوقفها في اي مكان. التطبيق الفعلي لها اليوم بدأ، خلونا نجربه سوا. هذا هو تطبيق IDrive، ويحتاج اذا سجلت ان يكون عندك رخصة سارية المفعول وبطاقة فيزا او ماستر كارد. كل هذه السيارات موجودة في الرياض، وعشان اوصل لاقرب سيارة اضغط على اللوكيشن عشان اشوف وش اقرب سيارة. هذه سيارتين، هذه واحدة وهذه الثانية. طيب كيف ابفتح السيارة؟ اسوي بوك، احجزها، بعدين احط الرقم السري اللي انا سجلته، بعدين يوصلني رقم تفعيل على جوالي. سويت انلوك، جاني رقم التفويض من المرور، ادخله وتنفتح السيارة. وادخلنا الرقم، مفترض الان السيارة تفتح. فتحت السيارة ما شاء الله، وهذا التفويض جاني من المرور، وافتح، وهذا مفتاح السيارة.